بص انا بعمل الفيديو ده وعارف ان هيطلع لي ايه اراء كتيره. لا اول فري وانت معقده، انا ضد الفري يا جماعه، بس اللي عايز ياخد فري هو حر، انا ما بكسبش حاجه عن حد خالص. ليه ضد الفري يا دكتور؟ لان انا اصلا النظام بتاعي اللو كارب دايت ده مش محروم من حاجه خالص. انت حتى لو انت صحتك كويسه عايز تمشي ديرتي لو كارب، انا ما فيش مشاكل. ما هو الديرتي لو كارب؟ لو هتاكل طبقه القش، هتشيل طبقه القش وتاكل، اوكي ما فيش مشاكل. هتاكل مثلا، قعدت مثلا بره واتعرض عليك كنتاكي، شيل طبقه القش وكل الكنتاكي خلاص، وارمي بعد القش وكل كل سلو. اي نعم هي الوجبه فيها دهون من قله ب 60 نيله خلاص، ولكن في مجمل لو كارب دايت. اللو كارب دايتس فيه حلويات لو عايز تاخدها كل يوم من ضمن حساب الكارب بتاعك ومن ضمن حساب الدهون بتاعتك خدها، لكن ما تخشليش دايت يكون فيه حرمان كتير وتيجي تنتظر يوم فري، تيجي لما تيجي تبطل دايت تبقى يومك كلها فري. فانا الفري من وجهة نظري ان انا بعمل بدائل صحية كل يوم اخدها في الدايت بتاعي، حتى لو عايز شوكولاتة دارك، عايز حلويات لو كارب دايت مفيش مشاكل. لو نفسي في رز او توست يبقى لازم ابحث على توست يكون منخفض الكرب، مع ان الرز والشوفان والفريك كربو عالي. لو نفسي انا فيه في الدايت بتاعي اخده بكميه صغيره في ضمن برنامج اللو كارب دايتس، ايه المشكله؟ ويكون الجزء الاكبر في امعائي بروتين وخضار. لكن انا بس انا برضو ايه، هديك منه كميه صغيره عشان يبقى المجمل في امعائك بروتين وخضار ودهون، والمجمل ما يبقاش فيه ارتفاعات كبيره في مستوى الانسولين في الدم. فهو الدايت بالنسبه لي انا مش حرمان، لكن هو الدايت بالنسبه لي ده تباديل وتوافيق. انا ليه بقول الكلام ده؟ للناس كتير جدا يقول لك انا برجع للفري. انت بترجع دلوقتي عشان انت صغير وعندك اراده، لما تكبر وتتنمر وتتعرض لكذا مشكله ويجي لك حاله نفسيه جامده خلاص، هتلاقي نفسك اليوم بقى 2 بقى 3 بقى 4 بقى 5، وما تبصش لنفسك تحت رجلك دلوقتي. دايما كلكم بتبصوا تحت رجلكم، يعني مثلا الشباب. وتعيد حساباتك، عيد حساباتك في الدايت بتاعك، عيد حساباتك في الفري، وان غلطت في الفري انب ضميرك وصوم، صوم اكبر قدر ممكن، لكن ما يبقاش حق مكتسب انك انت تاخد فري كل اسبوع. ما يبقاش حق، دي اهم نقطه. يبقى لذلك الفيديو ده لما يوصل لاي حد لازم حضرتك تعمل تقوي ارادتك كده وتقوم وتقول انا هبدا دايت. مش من بكره، من امبارح. هبدا دايت من امبارح، مش هبدا دايت من بكره. واروح اجري على الفيديو المثبت افهم ايه هو اللو كارب دايت، مناسب لجميع الناس. اللو كارب دايت اتفقنا ما عدا الرضع والحوامل والاطفال بيحتاجوا كارب عالي شويه، يعني مثلا لكل الناس ب 80 جرام كربوهيدرات، 60 جرام كربوهيدرات خلاص. الرضع والحوامل لحد 120 جرام كارب وتحت متابعه طبعا. ربي يوفقكم، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش الفولو. السلام عليكم.